خوتي المغاربه سمحوا لنا بزاف الله يرحم الوالدين وعواشركم مبروكه، وجبتكم واحد المشكل عندي، واحد المشكل هنايا في منطقه القصر الصغير. انا جواد الطلال من مدينه طنجه، وعندنا واحد السكنه في قصر صغير للوالده ديالي، هذه دابا 2007، والوالده مخلصه جميع الرسوم، جميع الوثائق ديالها في الكهرباء، والمكتب الوطني تحكمت ضده المحكمه باش ينفذ هذا التنفيذ، هذا القرار المحكمه باسم جلاله الملك، ولكن ما باغيش ينفذ. المكتب الوطني كنقولها كنعاودها، ما باغيش ينفذ نهائيا، رغم ان السيد كيتعرض له، الجار ديالنا كيتعرض له في الطريق، ما عنده لا صفه ولا وثائق ولا حتى شي حاجه، وحنا عندنا شهاده الوكاله الحضريه فيها 10 المترو الطريق، شهاده الوكاله الحضريه كتعطي لنا شهاده ضد الطريق، القائد ديال القصر المجاز كيعطي لنا شهاده ضد الطريق حتى هو، ولكن هذا المكتب الوطني ملي كيجي باش ينفذ، هذا السيد كيتعرض له بجوج الهضرات، المكتب الوطني كيمشي في حاله، لان هذا السيد هذا عنده اصحاب النفوذ اللي هو المحامي ديالو الرئيس الجامعات قصر المجاز، هو ضدنا، محامي ضدنا، وفي آن واحد رئيس الجامعه ديالنا، يعني اي وثيقه كنحتاجوها من الجامعه حاليا رفض يعطيني الوالده ديالي الوثيقه ضد الطريق. الوكاله الحضريه عطاتها شهاده، والقائد عطاها شهاده، ورئيس الجامعه قال لها مشي شكي بيا، مشي اعمل اللي بغيتي. هذا موضوع اخر غادي نجيبو لكم، لان كاين بزاف المشاكل معاه في الاراضي وفي مسائل اخرى. ولكن بالنسبه للكهرباء في هذه الساعه هذه، حنايا الصبر تقاضى، ما كاين لا صبر لا حتى شي حاجه. خوتي في الدار عندهم كان يخرجوا ويعملوا الشغل ديال الدم، لان هذه المسطره كنتسناوها تكمل، ما بغاتش تكمل، التنفيذ ما كيتكملش نهائيا. عنده السيد تقديم نهار الخميس تقدم عند وكيل الملك، ولكن عنده الارجاع، لان المكتب الوطني ما حضرش معاه اللي هو داعيه. حنا دابا مضرورين، رمضان ماجي، العواشر هذه الله يحسن العون، من 2007 والدار، الوالده وخوتي مجوجين بولادهم، وواحد الحاله لا يرثى لها، والعصف في الدار بزاف. دابا جوج الحوايج اللي باقي لنا مع المكتب الوطني، جوج الحاجات اللي هما الحبس او لا الموت فقط. وهذا السيد، هذا النفوذ، هذا السيد اللي عنده هذا النفوذ، هادو حنا كنتابعوهم في القضاء ان شاء الله. عندنا وثائق مزوره، وعندنا الاراضي مختلسه، داونا الاراضي ديالنا، وعندنا الحجوج بالدليل، عندنا الحجوج بالدليل بالاراضي اللي عندنا هنايا، وهاد الناس هادو هما اللي عندهم النفوذ، عندهم استمرار الملك مزور، كنقولها وكنعاودها، عندهم استمرار الملك مزور. وحنا عندنا الاحكام القضائيه باسم جلاله الملك، غادي ندلي بهم كاملين ضد التنفيذ على المكتب الوطني باش يزودونا بالكهرباء. حنا هاد الدار هذا هي الدار الوحيده اللي في انجره كامله، قصر صغير وما يتبع قصر صغير، الوحيده اللي ما عندهاش الضوء، وكتبعد على الميناء المتوسطي وعلى المشروع طنجه المتوسط 30 مترو، ما كتبعدش بزاف، رغم ان الناس في التراب عادين عندهم الضوء، وحنا مخلصين الفلوس ديالنا بزاف. الوالده ديالي خسرت 7 المليون على الضوء وعلى التنفيذ، وملي كيجيو المقاولين باش يعملوا التنفيذ كيديو عندها الفلوس 12000 13000 الدرهم الواحد، وملي كيوقفوا هاد الناس هادو هما كيمشيو في حالهم ما كيرجعوش. عندنا هنا الوراق اربعه وهذا الخامس دابا، المهندسين التقنيين المكتب الوطني، ولكن المكتب الوطني ما كينفذش وما كيجيبش ماتريال، كيجيو جوج الناس على رجلهم، ما كاين لا طونوبير ولا ماتريال ولا طرقس اللي يهز حتى شي حاجه، كيجيو جوج الناس على رجلهم واقفين، كيجيو يدوروا هيدا ويمشي في حالهم فقط. دابا كنطلبوا العامل يتدخل في هذا الموضوع هذا، وجلاله الملك الله ينصرو، هما اللي جيبونا الحق ديالنا، اما شي واحد اخر ما كاينش الحق، ما بقيناش كنثيقوا في الناس، ما بقيناش كنثيقوا شي واحد هنا نهائيا. مره مستقبلا ان شاء الله انا غادي ندلي بهاد الوثائق كامله، هي عندي تحت يدي، عندي هنايا، شوفوا عباد الله شحال عندي الوثائق كاملين كيتبتوا بان الوثائق الاراضي مزوره، واستمرار الملك مزور، وشواهد اداريه كتخرج من المجامعه، شواهد اداريه في الارض مزوره، رغم اننا حنايا مشينا نجيبوا شهاده اداريه، انا بنفسي جواد بنفسي مشيت للجامعه باش نجيب شهاده اداريه في الارض ديالنا صحيحه، الرئيس امتنع قال لي تديني الحبس، ورغم ذلك قالوا لي السمساره ديالو بصراحه، انا كنضرب الصراحه، السمساره ديالو قالوا لي جيبوا لي الفلوس نجيبكم، خلص 20000 الدرهم، كل شهاده فيها 10000 الدرهم، هذه شهاده اداريه باش بعنا الارض، تقسيم الاراضي باش بعنا 200 المترو في الارض. وهذا السيد هذا عنده 5 شواهد اداريين في الارض مسروقه وكيبيعها، باع لنا حنايا جوج طروفه، باع للناس اخرين، وهو ماشي كيبيع وما كاينش اللي يحاسبه. حنا كنطلبوا من جلاله الملك
يشوف من حلنا وينصفنا في هذا المشكل هذا باش نبينوا الظلم اللي عندنا في بلادنا. وهنا قريب ان شاء الله غادي ننزل فيديو اخر ان شاء الله وكنتجرأ فيه وكننزل جميع الوثائق مزوره وجميع الشواهد ديالنا حنا ان شاء الله بحول الله قريبا ان شاء الله.